لمداخلة الأساتذة الأجلاء، غيرت كثيرا مما كنت حضرت لقوله أمامكم. السؤال الأول الذي طرح لي هو: لماذا الحكومة لم تستمع لسي حسن فتوح؟ لماذا لم تستمع إليه قبل أن تضع هذا المشروع؟ المشروع الذي هو أول وأهم إجراء من العدالة الإجرائية الذي سيحكم أجيالاً، سنموت وسيحكم أبناءنا، هو في تناقض مطلق مع كل ما قاله الأستاذ. تناقض مطلق. العدالة الإجرائية هو سؤال المصدر للتشريع، والذي غاب في المشروع، وليس في هذا المشروع، في كل القوانين التي صدرت بعد الدستور 2011، هي تلك العدالة الإجرائية. هل مادة 2 من الحقوق العينية فيها شيء من العدالة الإجرائية؟ إلا عندك شي محل خص كل صباح تمشي تدق على المحافظ واش ما زوروهش عليا، ولا زوروا عليك وداس 4 سنين تتخرج، واللي زور هو اللي يدخل. العدالة الإجرائية اليوم هو سؤال اللي وضعه كذلك الأستاذنا الجامعي حبني ما يتعلق بالنيو ليبرالية. نحن في صلب النيو ليبرالية في هذا التشريع، لا اعتبار لأي مصلحة للمتقاضي، فقط الغرض أن يتم البت وبسرعة في الملفات وكيفما اتفق. هناك إجراءات ستدخل بلادنا، وأقول أنا على أن ستمرر هذه المسطرة بكاملها بدون تعديلات مهمة، ولن يواجه أي أحد، لأنه المعارضة التي أنا منها لا تملك الحق في أن تلجأ للمجلس المحكمة الدستورية، وسيصوت على هذه الإجراءات لا عادلة التي تحملها المسطرة المدنية، لأنها ماسة بحقوق المتقاضي. المتقاضي سيعاقب إذا ما تمسك بدفع وحكم له القاضي بعدم القبول. القاضي سيصبح طبيبا نفسيا، وسيبحث هل من المتقاضين سيء النية ليعاقبه بالغرامة. هذه هي المسطرة التي ستدخل. أما المحامي فأخرج بصفة نهائية من العملية. نستمع إلى قاضي خبير وزدي حسان، وينظر إلى المحامي كمساعد له. أقول لي سبيلنا العزيز، أخرج المحامي غدا بعدما سيدخل، مهمته ستبقى واحدة، يضع المقال ويسهر على تبليغه، وإلا حكم بعدم القبول. يعني مساعد المفوض القضائي لن يحضر في تحقيق الدعوى، المحامي لن يحضر عند الخبير، الفصل 63 قضي عليه، لن يحضر في المعاينة، يحضر فقط في الحكم، يحط المقال ولا يعاون الخبير. غيستدعي الأطراف، لا يستدعي المحامي، يجري صرح الخبير بدون حضور المحامي، يوقعون أمامه بدون المحامي، المحكمة تجري المعاينة بدون المحامي. تخوفكم النابع من مهنتكم، هذه المشروع وضعه جانبا. وهنا عود إلى العرض المهم الفلسفي، نحن أمام نص لحكومة نيوليبرالية. هذه الملفات كثيرة يجب أن تنتهي بكامل السرعة، ضغط على القضاة وضغط كذلك على المتقاضي. هذه هي المسطرة التي ستحكم، لا وجه للعدالة فيها، ولا إمكانية في البرلمان لتغييرها. دول دينا من عندنا صعيب اليوم نجوزه. ثم تأتي، تكلم أستاذ حسن على النظام العام، هذا المشروع النيابة العامة الجنحية بعد غرق بالملفات،
أدخلوها في المسطرة المدنية واحد المادة 17. مادة 17 كتقول للنيابة العامة يمكن لك أن تصرحي أن تطلبي التصريح ببطلان الحكم عندما يتعلق بالمخالفة للنظام العام بدون أجل، كنت طرفا في الحكم أن لم تكوني طرفا فيه. وهذه المادة في المادة في المسطرة المدنية، لا تخضعوا لعدم رجعية القوانين لأن قانون الشكل، بمعنى إذا ما صوت على هذا المشروع يمكن النيابة العامة أن تطلب بطلان أي حكم صدرت من 1960، لأن المادة بدون أجل ولو لم تكن طرفا فيه إذا تعلق بنظام العام. لكن الخلل الكبير الذي لم ينتبه إليه محرر المادة 17 هو يربطه بالنظام العام، ومن الذي يقرر النظام العام؟ من الذي نسي على أن النيابة العامة استقلت عن السلطة التنفيذية، وأن النيابة العامة يمثلها وكيل الملك في محكمة النقد؟ وكيل الملك في محكمة النقد هو الذي سيحدد ما هو النظام العام في المغرب؟ ومن أعطاه هذه الإمكانية؟ عندما نعود إلى القانون الذي نقل سلطات من وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة ويتكلم على السلطات الدعوة العمومية ولم ينقل له سلطات النيابة العامة المدنية، ولهذا لا زال وزير العدل يمارس مثلا العفو والإفراج المقيد وأشياء أخرى. إذن الصيغة وكيف كتب الوقت ما كاينش لهذا الشيء باش نتكلموا فيه، والجمعة وأشياء أخرى. نحن أمام مشروع يمس في العمق العدالة الإجرائية، وأقول بأن المشروع فيه نوعون من ما كاينش شي كلمة لطيفة باش نقول ماشي التعسف، ولكن هناك تعسف للأغلبية اليوم. لماذا؟ لأن سلطة التشريع في بلادنا كيف كانت وكيف أصبحت بعد الدستور 2011؟ قبل 2011 كانت السلطة التشريعية كلها في المجلس الوزاري التي يترأسه جلالة الملك، وكان البرلمان له 5 حالات. بعد الدستور 2011 من الأشياء التي تخلى عليها جلالة الملك من سلطات هي سلطة التشريع، تخلى عليها كاملة لمجلس النواب، فأصبح البرلمان اليوم مختص في 32 حالة بدل 5. فإذا الحكومة هي التي تشرع، لكن لم يترك لها المشرع أن تشرع كما يرى لها. قال لا واحد في 6 ما تديريش تمييز ما بين المواطنين وما بين المواطنين والمؤسسات، وما تديريش رجعية القوانين. في هذا المشروع فيه التمييز وفيه رجعية القوانين. التمييز واضح واضح، الإدارة عندما تقيم دعوى على المواطن وتصدر حكما ضده ولو طعن بالنقد تنفذ عليه نهائي في الاستئناف، لكن هو عندما هو يقيم دعوى ضد الإدارة وتطعن هي بالنقد يتوقف الحكم. التمييز لم يقع فقط في حدود المسطرة، وقع التمييز بين المغاربة على مستوى الدخل والمال. 40,000 لتحت ما عندكش الحق تمشي للاستئناف وما عندكش الحق تمشي للنقد. المواطن كاين 40,000، 10 مرات السميك، 40,000، 10 العائلات كيعيشوا معاه. باش من حق تحرمني من حق التعليق والموضوع، لأنه أنا النزاع بالنسبة لي كتعتبر أنت 40,000 ثانوي. كنفهم أنا أنه الذي حرره ربما الأجرة ديالو أكبر من 40,000 درهم. فبأي حق يميز المغاربة بناء على المبلغ؟ قيل لنا لا راه هادشي راه كان قديم. لم يكن قديما، ما 19 المسطرة المدنية كيقول اللي قل من 20 كيتستنف الغرفة الاستئنافية ديال الابتدائية، ولكن الحق في الاستئناف لم يلغى. ستلغي هذه الإجراءات التي قد تدخل، وستدخل لأنه وصلوا شي 500 وكذا شي ينفصل ربما من بعد هنا شوية غادي يساليو. الآن السؤال اللي وضعته هذا الندوة اللي هو جد جد مهم، وكذلك المدخلات القيمة اللي سمعنا لها اليوم، هو واحد إنذار قوي، ولكن هل سنجد ما نستمع إليه؟ في ندوة مثل هذه في البرلمان واتيحت لي أن أشارك فيها قلت كلمتين. قلت لا تنتظروا منا أن نمجد الحكومة فيما تنص عليه من قوانين، هذا واجبك أن يكون القانون قويا وسليما وعادلا. أنا هنا لأقول لك أين هو وجه الخلل والضعف في قوانين. ثانيا البرلمان اليوم مسؤول على حقوق المتقاضين،
الدساتير السابقه لم تكن تتكلم على حقوق المتقاضين. الدستور الحالي اورد ابوابا وفصولا لحمايه المتقاضين. العداله الجنائيه ستنتفي اكثر من لازم. نتكلم اليوم عن الرقمنه والنجاعه. كيف الرقمنه والنجاعه وانتم توسعون من مسطره الشفهيه كما قال الاستاذ حسان وتتركون المواطن يواجه الصعوبات؟ قيل لنا ومن له ليس امكانيات، اجابت الجمعيه وقال سنتاء المحامين سيتحملون المسؤوليه بالمساعده القضائيه ولن يكون اي مواطن بدون دعم من المساعده القضائيه. تحت الساعه ننتظر الجواب من طرف الوزاره. لكن اعطي مثال بسيط كما قال الاستاذ حسن قبيله. واحد القاضي في المحكمه قال المحكمه تصرح بعدم اختصاص، وقف قدامه واحد السيده مسنه قالت له وليدي وشنو هو عدم الاختصاص؟ القاضي بغى يبذل مجهود باش يشرح ليها. قال لها الوالده ماشي شغلنا. قالت له شغل من وليدي؟ هذه اللي غنديروا دابا اللي كنقولوا غنديروا الرقمانه. المواطن العادي غنقولوا جيب معك لادريس ميل ديالك لان غادي نبلغوك بالمقال. حنا وحلنا فيه اليوم محامي في الدار البيضاء صيفط المقال الاستئناف عن طريق النظام اللي قالوا لنا مع المحكمه التجاريه شدوا كاتب الضبط حدا الله يكون في عونه ما دارش فيه الكاشي تداز الاجال جا المحكمه الاستئناف داروا عدم قبول الاستئناف. العبره بالطبع المحكمه ذاك الطابع المدور اما داك الشيء الانفورماتيك ديالك انت خليه من بعد فكروا عليه. كاين خلل كاين طموح كاين افكار كاين واحد الغرض كبير باش البلاد تطور لكن يواجه ضعف في المواكبه. ضعف كبير في المواكبه ديال التشريعات. والسؤال لماذا سنعدل نحن هذه المسطره المدنيه بكاملها؟ او وقتما انتخبت حكومه تبدل كل القوانين. هل هناك بلد يبدل قوانينه كل 5 سنوات؟ من المفروض ان الحكومه تاتي وتقول هناك خلل وهناك ملاحظات جد مهمه تكلم عليها الاستاذ عزيز الحسن. لماذا لم تلتجي الحكومه للمحكمه تنقل اعطيني الاجتهادات ديالك وتدخلها في القوانين؟ نوصل انا المحافظ. محافظ ماشي قضية قانون، قضية استعمار اللي تكلم عليها الاستاذ. مستعمر عندما دخل لبلادنا لكي يستولي على العقار ماذا قام؟ اعطى السلطات للمحافظ واخرجه من المحكمه. والمحافظ هو تابع الحكومه الفرنساويه. اذا اللي كيقول المحافظ اللي لم نغيره الى اليوم. وهذه القوانين لم تنتبه لي لولا تدخل محكمه النقد وهو خرق للقانون. ثاني باش ما نقولوش ثاني شي حاجه. قضاك قلتي واحد الكلمه مهمه القانون القاضي الفصل 110 من الدستور لا يلزم القاضي بتطبيق القانون. مقاد معوج انا كنطبق القانون. لكن احيانا القضاه كيقولوا هذا الظلم. انا المحافظ شكون هو؟ اليوم المحافظ يرفض تنفيذ الاحكام اليوم. كيخصهم يدعيو في المحكمه الاداريه ويديروا له الغرامه وشوف تشوف واش ينفذ. لان العقليه الاستعماريه مازال قائمه. المحافظ هو حامي العقار ماشي اليوم ايام الاستعمار ولهذا اعطاه تلك المهمه واسس له في القانون العقاري تلك الحمايه المطلقه من اي تعنيف كيف كان. ونحن نستقل. الذي لم افهمه انا بعدا كمواطن مغربي. المغرب ملي كنقولوا استثناء ماشي شفوي هادشي. الاسلام ادخلناه حبا وزوجناه بناتنا. الدوله العثمانيه لم تفوت الوجده. الاستعمار لم يمكث اكثر من 40 عام بينما استمر 130 عام في الجزائر و130 عام في تونس. لكن هذا المجهود والقوانين اللي تكلم عليها الاستاذنا العزيز ماشي شيء اللي كانت في بداية الاستعمار قوانين جد مهمة. نحن الآن نفتتها تفتيتا بعقلية أنا لا أفهم مرجعيتها. ما عادة لكل نص فلسفة وحيثية ينبني عليها. حقا النيوليبرالية التي تهيمن العالم اليوم تغير الواقع. ملك بريطانيا طلق زوجته ضد الكنيسة الأنجلوساكسونية وتراجعت الكنيسة ثم أصبح ملكا وهو في الأصل لم تمنعه الكنيسة ثم تراجعت الكنيسة وتراجعت الكنيسة المرة الثالثة عندما قبلت زوجته ملكة. يعني الواقع يحكم القاعدة، الواقع يحكم القانون، الواقع يحكم الفكر، الواقع يحكم التوجهات. وهنا تلتقي الليبرالية مع الماركسية. هذا موضوع آخر. لهذا كنظن على انه قلت انا غادي نغير الموضوع ديالي ما كاينلاش نطول عليكم في اشياء اخرى. الاجراءات اليوم هي العدل، القانون وحده ولا يعطي لا يكفي للعدل بين الناس.
كيفية الوصول إليه هو الذي يحقق العدل. هذا العنوان الندوة المهمة جدا، العدالة الإجرائية. هنا غادي نوقف عند واحد النقطة قبل ما ننهي لأن الوقت كيزاحم. البارحة في خريبكة كان لي نقاش حول الأزالة الاسترشادية مع السيد الأمين العام. أزالة الاسترشادية هي ضغط على القضاة، وهي داخلة في صميم النيوليبرالية، بما أنه إحنا ما عندناش الإمكانيات باش نوظفوا قضاة كثار ونبنيوا محاكم ونوجدوا عدالة مزيانة. إذا هذاك القاضي اللي كيحكم ربعة خصو يحكم ألف، وخصو يحكمهم بسرعة، خصنا نديروا له الأجل باش يحكم. في الدار البيضاء على قول الله أكبر، في الدار البيضاء جنايات كيدخل بميتين ألف خصو يحكمها في آخر الجلسة. اليوم كاين سؤال في العدالة الإجرائية اللي كنظن على أنه لا بد أنه أن يبحث فيه وأن يناقش، لو أن على الأقل في هذه العدالة الإجرائية التي نتكلم عليها تم الاستماع فقط إلى محكمة النقض بغض النظر عن الاختلاف حول قراراتها، لكن هي قرارات في نهاية المطاف تترجم نهاية الفهم القضائي في نزاع معين كيفما كان. لكن أن يؤتى اليوم بأشياء وقواعد لا علاقة لها بالعدل إلا ببعض الرتوشات في نتكلم على تعديل القانون مصر المدينة، ولكن عندما نقرأ هي تعديلات من أجل الضغط على القضاء، واحد اثنين من أجل التنقيص من وجوه المواطن العدالة، ثالثا يخلطون ما بين الإدارة القضائية وإدارة الحكم. القاضي شنو مهمته؟ واش انا مهمتي نقلب نشوف تبلغ السيد عافلان تبلغ ولا ما تبلغ؟ انا قاضي كنحكم. انا المهمه القاضي المسطره اللي ما دارتش هذا المسطره اليوم واللي غادي هادشي غادي يتزاد، كان خصها تخلي القاضي عنده مهمه يحكم. ملي كيجي الملف وتعطل نتكلموا معاه، لكن الملف باقي خصو يتبلغ، خصو مؤسسه اخرى اللي هي كتاب الضبط اللي خصها تعطيها الامكانيات. وانا القاضي كيجيني الملف جورجي حسبوا عليا من تما واش انا تعطلت فيه ولا لا. مني يدخلوا في الدار البيضاء كيدخلوا ثلاثات القضاة في الجنا في التجاري والاداري، واحد كيسجلها وجوج جالسين حداه، ثلاثات السوايع. هذا بلغ خطير المذكره، ما عطيتيني المذكره، ضايع الوقت والهدر الزمان في الوقت اللي هذه المسطره العدل فيها الاجرائي كان خصها تقول القاضي هذه مهمته، وكاينه مؤسسه اللي كتجهز الملفات، وكاينه مؤسسه اللي كدير التنفيذ. نحن اليوم نخلط ما بين ونحمل القاضي الإدارة القضائية التي لا شأن له بها ونرتب عليها جزاء عليه، ومن أكبرها هو أنه لا يستطيع أن يقدم حكما عادلا كما يريده الناس بنظر للضغط الذي عليه. لكن المتضرر هنا نبغي نهب واحد القضية باش ما نطولش عليكم في القراءات للقانون. قراءات القانون يقرأ بثلاث قراءات لا رابعة لهما. قراءة المشرع الذي يؤسس الذي يكتب في في منافي في 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 إدارتهم، وقراءة الجامعة الذي سمعناها اليوم من طرفنا أستاذنا الكبير اليوم الذي ينظر إلى النص من حيث مرجعياته وأهدافه. ثم هناك قراءة الواقع الذي تكلم على سيدي حسن هذا، يقول لك اللي كيعرف اليوم كيف غيطبق القانون هو القاضي والمحامي، ماشي البرلماني، ماشي الوزير، ماشي حتى شي حاجة، لأن القاضي كيعرف المشكلة والأستاذ طرحنا مشاكل والمحامي كيعرف شنو كاين. كان من المفروض أنه يستمع ليه. وهذه القضية ديال القراءة التطبيق ماشي شي طرف فكري ولا شي إبداع، هي الفصل 19 من القانون المنظم لتنظيم الحكومة اللي كيقول الحكومة قبل ما دير قانون ولا تعدليه ديري دراسة الآثار. غندير واحد القانون شنو هو الآثار ديالو؟ ما كاينش هادشي. الرسالة اللي غادي نقراو فيها كل شيء إلا وثيقتين مهمتين. وثيقة الأولى هي تقرير النموذج التنموي، والوثيقة الثانية هي واحد رسالة ملكية اللي كانت تلات على أول مؤتمر استقلال السلطة القضائية اللي حدد فيها الملك شنو هي مهمة القاضي وشنو هي مهمة كتاب الضبط والأشياء الأخرى. ما كانوا وجدوهاش مع الأسف. هذا موضوع شائك وطويل ومعقد، ونحن كنظن أنكون شاركنا في واحد 6 ولا 7 ندوات في هذا الأمر، لكن كنظن على أنه هذا الزخم للمجتمع المدني لابد كذلك أن المسؤولين ينتبهوا له ويأخذوا بعين الاعتبار. شكرا لكم.